بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من صام يوم ما نوى النية هل يقضي هذا اليوم؟ كيف صام؟ يعني صام وهو ما نوى؟ ما نوى، هل ما أقول إن حد يصوم ينوي؟ أصبح الصباح رمضان وما يدري ونايم، ما نوى إنه يعني ما علم إن اليوم رمضان؟ ما علم، يعني في أول يوم من رمضان؟ أول يوم في رمضان ولا علم؟ ولا علم، إلا في أثناء اليوم. إلا في أثناء اليوم، وهو لم يأكل ولم يشرب. لم يأكل ولم يشرب. هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه لا يقضي هذا اليوم بل يمسك من حين علمه ولا قضاء عليه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال بل يقضي، وهذا أحوط وأولى.